الهشكل واثبتن. هسه كملت عندي. السلام عليك يا ابا عبد الله الحسين. الصورة هذه وهسه بعدها راح ابدي بال يعني الشكل الثاني. راح اشتغله ايضا نمنم، بس مو نمنم، راح اشتغله نمنم لونه اسود. طبعا الثانية راح اكتب عليها يعني الامام العباس عليه السلام بهالشكل هذه، وراح استعمل هذا الكريستال حتى اثبته. هذا الكريستال تقدرون تثبتونه بالاوتي، يعني هو حراري وتقدرون تثبتونه بالاوتي، بس انا ما ثبتته بالاوتي، ثبتته بالابره والخيط لان ما اقدر اكو مثل ما تشوفون يعني القماش مثل النايلون، فاذا اكو احتمال يعني يحترق او يموع عندي. فهسه نفس الطريقه يعني مثل ما استخدمتها بالشكل السابق راح استخدمها هسه ايضا. يعني هو النمنم وراح اصفطن يعني كل اربعة او كل خمسة وحدة ورا الثانية الى ان اكمل الكلمة او العبارة. عندي هنا أنا هذا الخط راح اسوي يعني برم، مو خط عدل، بهالشكل هذا يعني اخلي اربعة او خمسة، بعدين افر الخيط وهم اعبي اربعة او خمسة وافر يعني بالخيط الى ان اوصل للاخير بهالشكل هذا. طبعا بنستخدم له يعني ابره خاصه ناعمه حتى نقدر يعني ندخل النمنم لان هو ناعم بي، يعني هذه الابر العاديات ما نقدر نستخدمها، فإلى ابره خاصه. والخيط الاحسن انه تطبقونه يعني مرتين حتى يكون قوي. عندي هذا الشكل الثالث راح يكون لونه فضي بهالصوره هذه، وراح اسوي عليه يعني تطريز بالخيط مو بالنمنم. في البداية يعني قصيت يعني شنو القياس اللي تحبونه انتم من ناحية الطول والعرض. من ناحية العرض طبعا على قياس معصم الايد وبهالشكل هذا، من ناحية الطول يعني. وبالعرض راح اكتب يعني راح اكتب عاشوراء بهالصورة هذه، وراح ابلش يعني اطرز بيه. وهذا البكرة راح استخدمها شوي، يعني الخيط اللي استخدمه بالتطريز يكون يعني شلون يعني ثخين، يعني مو مثل الخيط العادي. اذا ما متوفر عندكم تقدرون تستخدمون الخيط العادي، بس تطبقونه مثل اربع طبقات او اكثر. والابرة لا، نستخدم الابرة العادية مالت الخياط، بس يفضل يعني تستخدمون خيط مالت تطريز موجود بمحلات لوازم الخياطة، يكون شوي يعني الخيط ثخين يعني مو خفيف حيل. هسه بالبداية بهالشكل هذا يعني راح اخلي الابرة يعني شلون نرجع يعني لورا، واخذ شوية من الكلمة وارجع افر الخيط هم لورا بهالصورة هذه الى ان اكمل بهالشكل هذا. اذا تحبون تستخدمون الماكينة يعني هي بالماكينة تسوونها، اذا عندكم ماكينة مالت تطريز، بس اذا ما عندكم ماكينة تطريز يعني هذه الطريقة نسويها يدويا يعني. كلش سهلة وبسيطة مثل ما نقول أبسط طريقة نستخدمها بالتطريز بالخيط يعني بالإيد مو بماكينة. واللي يتوفر عنده ماكينة أو يعرف يسويها بالماكينة بعد يعني يكون أفضل بهالصورة هذه. راح أكمل يعني كلمة للأخير مثل ما تشوفون، أخذ يعني شوية من الكتابة بعدين أفر الخيط لورا، بعدين ارجع مرة ثانية اخذ. مثل ما قلت لكم هذه طريقة يعني يدوية نسويها التطريز نسويه يدوية. اللي عنده مثلا ماكينة مال التطريز وهذه يقدر يستخدمها يكون يعني افضل. بهالشكل هذا ان شاء الله تكون الطريقة واضحة وسهلة وبسيطة، ان شاء الله يعني تجربونها.